معدي يا جماعه. طبعا السلام عليكم حبايبي محبي ومتابعي قناه جوهر السويس. نداني حبيبي، وانتم عارفين يعني ايه حبيبي، يعني اصل الفيديوهات واصل الوصفات. ولما قلت له يا مصطفى تعالى نعمل مع بعض شغل في ازاي الوصفات، قلت يا مصطفى حبيبي حاج احمد تيجي تصورنا وعلى دماغنا من فوق حاجة، والوصفات كلها تطلع، الوصفات كلها تطلع لزباينا لقناه ايه؟ قناه جوهر السويس حاج احمد. تمام كده حبيبي حاج عهد. حبيبي حبيبي عهد طبعا. اقول لك على حاجه، اتفضل حاج. لما تكون انت راجل فنان او راجل مشهور وليك جمهورك وبيحبك، ينفع حد تاني يعني؟ ينفع ولا لا؟ مستحيلات يا حاج احمد. تمام كده نبدا مع جواز السويس على دماغنا من فوق، وهي اللي عملت الشغل وهي عملت هي اللي لمعت يا حاج احمد مش كده؟ شوف انت انت نفسك بتقول كان ربنا بيرزق، كان كام وبقينا كام؟ ونعم بالله الحمد لله رب العالمين. يبقى الواحد ما ينساش فضل الله وفضل قناه جواز السويس. طبعا طبعا صح؟ طبعا نبدا مع بعض يا مصطفى. لحد امبارح يا حاج احمد، ها؟ لحد امبارح بيجي لك ناس والله قسما بالله تطلع طلبيه بس هتوصل فيه فوق 30,000 جنيه والله زباينا، وانت تسال كل خير. النهارده بنعمل لك برضه فيديو لحسن الناس بيقول لا مش عمرنا ما نتخاصم، عمرنا ما نزعل مع بعض، لا انت ابني وحبيبي. بس قصدك حاجة نبدا مع بعض. الدنيس ده عشان الصوت تعالى جنبي بقى، الدنيس ده بكام؟ الدنيس دوت بتبيعه ب 120 جنيه ومصالحه قناه جوهر السويس وزباين قناه جوهر السويس ب 100 جنيه بس. الله ينور عليك. الحديد اللي هو الفرهودي ده، الفرهودي دوت احنا عارفين طبعا اللي هو بيتصدر النهارده حاجه بسيطه. الحجم ده حلو يا مصطفى، الحجم ده جميل جدا. بس بقول لك الحجم الكبير، الحجم لا لا ده بالقلي السمكه وسمكتها يعني ده تتنضف وتتنضف وممكن تعمل سجاده تتحشي برضه من ظهرها. لا تتحشي من بره، لو هتتحشي تتحشي من بره، لسه عامله دلوقتي حشيش حشيش. موجود هي ممكن تصورها. تعالى 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 الخطوه ولا نروح لها؟ يعني ده يا مصطفى من طقطق السلام عليكم، خد السمكه دي واكلها لي خلطه. في حاجات بسيطه من كده هتعمل ايه؟ السمكه دي هتتنضف هتقشر وتنضف من بطنها، تفتح البطن تفتح البطن وتفتح تتفرع على ذاك كده حشو بطن بس حشو بطن زي ما انت شايف كده، عشان اللحم فيها برضه قليل عن الكبير. انا عليك عشان نستفيد من اللحم بتاعها. تمام. لكن الحمامه لما تتفتح يا جماعه زي الساندوتش كده. نوع عليه زي الساندوتش، تحس زي الساندوتش. بعد يا جماعه فيها واحده مظبوطه. يعني يا جماعه السمكه دي هتتنضف من القشر ومن الزعانف والاحشاء الداخليه وعرق الدم، ويبدا هو يحشيها ايه بقى؟ يبدا يحشيها الخلطه دي. الخلطه دي عباره عن ايه بقى؟ فلفل الوان، فلفل رومي، فلفل الوان رومي، انا مغزى ثلاث طماطم، بصله صغيره، ثوم مبشور، مع البصل، مع سنة البهارات، وفي خضره. انا شايف في خضره، في كرفس، في كرفس، كرفس. دي الخلطه اللي بتحشى بيها النهارده حوالي 10 كيلو. دخلها ما بتسمعش، هي بتخش ببعضها كده، بتخش ببعضها سوا جنبيها. بعد الصلاه ست البيت ممكن تعملها في البيت نفس اللحظه. جميل جدا يا حاج حسن. هتطلع هترش عليها دقه ولا ايه؟ خلاص خدت، هي خدت شويه التوابل، شويه التوابل من بره بس يا جماعه. قلت لي الفاروق ده بكام؟ طب لو حطيته في الخلطه، الخلطه بياخد هياكلها 20 جنيه من الحاجة. بنظفته كمان، يعني نظفته وحشوه وفرنته 20 جنيه زياده عن الثمن. الله ينور عليك. الله عليك. الحفاره دي بكام؟ دي حفاره سناج احنا حاج احمد زي ما انت شايف. بكام؟ الحبايه فيها نص كيلو. بكام دي؟ لا ب 120 ب 110 زباين. لا ب 100 يا مصطفى. وب 100 برضه زباين. على الله حد يقول لي ما بعتش ب 100. والله والله ب 120. لا هي ب 100 عشان حبايبي. عشان خاطر زباين. ونخش على اللوت. اللوت اللي لسه جايب الوان ميته. اللي ده هنا احمر شفايف. ده هنا احمر شفايف. قول يا مصطفى العين لما تكون زرقاء كده تعرف انها طازه. لا لا الماس دي دي حاطه لينسس. لينسس رباني. الله ينور عليك. لينسس رباني يا حاج احمد. بكام اللوت الجميل ده؟ اللوت الجميل ده عمري اللي بيكون 85 جنيه، عندنا احنا ب 75 جنيه زباين. حلو يا مصطفى. انا لسه ده حجم السنجاري يا مصطفى؟ حجم السنجاري والجزل. طيب السمكه دي بحب لو دي سنجاري قلنا هننضفها من القشر والزعانف ونفتح الظهر والبطن ونقطع الخياشيم ونفتح الظهر كده ونفتح الظهر. امسكها لي كده عرضها لي كده. هنفتح الظهر كده. صورني كده هنفتح كده ونفتحها كتاب. نفتحها زي الكتاب كده. ودخلها الفرن تشمع 10 دقايق. ونفس الخلطه ونفس الخلطه دي هنقصها
انت بتفضل الخلطه النيه ولا الخلطه اللي مسبكه؟ لا الخلطه نيه نيه احسن من كده. نيه متسبك عشان تنزل عشان تنزل عسلها فين؟ كل عشان بتاع قلب السمك. تمام تستفيد من السمك. تمام ونعمل غير كده بيضحك. والجزه المعروفه عليا الجزه الاليه طب بيتعمل منها شوربه بيضه. شوربه بيضه نيه ولا عليها فيها؟ ناس بتقول لي مصطفى يا ريت يبقى بطيء شويه وهو بيشرح وصفه الشوربه البيضه او الحمر. شوربه البيضه حق احمد هي زي شوربه الفراخ بالظبط على فكره، ما تختلفش حاجه عنها. يعني حبهان ومستكه واي وبصله بصله مبشوره. بس الحبهان والمستكه يفضل ان هو يكون مبشور. مطحون. مطحون مش ما يكون الحبهان لا لا تمام. من الرص. ومعلقه زبده او سمنه. لا معلقه سمنه افضل. معلقه سمنه. وتلوح الاول الكلام ده. تلوح السمكه كمان مع البصلايه، البصلايه ما تسودش. البصلايه بيضة طلع زفاريتها اهم حاجه. غسيل الزفار الاول انت قلت لي بالخل والثوم. الخل والثوم اي سمك حتى لو طازه. ركز على دي يا مصطفى. حتى لو السمك طازه حتى لو السمك طازه قبل ما نتهي او قبل نعمل فيه اي حاجه يتغسل بالخل والخوض على 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 صينيه. على صينيه وتغسل بالخل. خل والثوم اي حاجه والملح. اي زفاره تطلع. يقعد قد ايه؟ 10 دقائق؟ 10 دقائق ويتصفي ميتها. يتغسل ويتحط في مصفى يصفي ميتها. الله ينور عليك. تمام كده؟ الله ينور عليك. كده بعد كده بعد ما بنعمله في الخلطه دي ونلوحه بنغطيه بالميه بس. بنكون احنا مشوحينه لمؤاخذه مشوحين البصل نص واحده نص سوا ونيجي حاطين شويه السمك معاه شويه الجزء بتاع السمك نحط السمك هتجمع الزفاره طالعه من البصل. تمام تمام. بعد كده يا دوب الميه صباع صباع بس على فوق الميه فوق السمك. طب تمام. كشر الراد ده الراد الراد بكام الراد؟ الراد ده من حصيله النواجذ. ايوه احنا عارفين الكلام ده. ايوه بقى بطل على فكره. جميل جميل. الحجم ده بالاول بكام يا مصطفى؟ الحجم دوت بعمل ده النهارده عشان ما فيش منه بعمل 110. طيب 100 مش هقول لك ال 100 لا خليه ب 110. مش يتعمل طريقه الشوربه ازاي؟ نفس الطريقه. لو عايز تعمله شوربه حمراء شكلها شوربه بيضاء شكلها. يعني اذا الشوربه بيضاء وحمراء طريقتها واحده في كل الاسماك. طريقتها واحده من عدم بصله. من عدم البصل. ايه مالها البصله؟ البصله لو هتعملها شوربه بيضاء تبقى زي ما هي. نايف تلويحه صغيره خالص كده عشان تدبل بس. البصل اللي شوربه حمراء خلي البصله تسمر خالص. ما بيشويش ده يا مصطفى. انا جربت الشوي مش حلو. لو اتعمله سنجاري افضل وافضل. سنجاري لكن الشوي اشرب كده زي ما زي السمك ما ينفعش. ما ينفعش. لا بيبقى هزيل. يا جماعه النصيحه للناس في القاهره ما تشويش لا ناجل ولا طراد ولا ملص. ولا ملص. تمام. يعني السمك نفس كده ولو نفسها هزيل ده تخين شويه. الدراج ده بقى مصطفى الدراج بتاعنا ده بتاع الهنا بتاع السويس ده. بصوا يا جماعه حلز بتاع الشبك بتاع الشبك السمكه نفسها بكام ده؟ والعيون زي ما انت شايف اهي بكام ده؟ بكام ده؟ ده بقى عملناها 85 يبقى ب 75 زمان. الحته فيها كيلو ونص. يا جماعه احفظوا الاسعار دي. والمصطفى لو هو ما بيخالفش الحجم بيفرق هنا. هو سادد كلامه لو خلف اتصلوا عليا. الحجم بيفرق هنا طبعا. الكباره دي مطرق ورقه. بصوا يا جماعه هتوفى حاجه بسم الله ما شاء الله. ناس بتسالني يا مصطفى على عايزه بطاريه سمك. بطريق سمك تقدر توفر لهم؟ توفر بس يحجز قبلها بيومين. طب تليفونك تاني عشان الناس تفتكر. تليفون 012 8 4 1 5 5 6 5 4. الناس اللي سالتني على البطارخ موجوده والبقلاء المجفف ممكن تجيب لهم؟ ممكن. طب يا جماعه الناس اللي سالتني على اليوتيوب على البطارخ الحلال حلال تمام الله. والبقلاء اللي هو المجفف يتصل على مصطفى وتليفونه لسه هو قايل سلمون. لو عايز سلمون ايوه سلمون. برافو عليك. سلمون موجود برضه موجود بس هو سعره غالي شويه. مش لازم اقول سعره لما هو كان ب 180 200 لا ب 200 220 جنيه. طيب حلال الله مؤقت تجيب تجيب بحلال ربنا. حلال الله. وده قلنا بكام الكبارة؟ الكبارة دي المبطرخة عاملة 50، المبطرخة دي صابي كده عاملة 60 جنيه. الله على البطروخة. حلال الله. والشبار أو البطي الأبيض ده؟ البطي دوت أحلى. أبيض كده زي ما احنا شايفين حاجة بس بيض شوية عن التاني. بكام ده؟ بكام أو غالي أه؟ بالنسبة للبطروخة بالنسبة للبطروخة أحلى الدراسة رباني. بكام ده؟ ده بقى مولع بيبقى 35 جنيه احنا ب 30 جنيه. جميل جميل 28 جنيه. الحبايب نص كيلو. البوري الجميل مش عايز حاجه خالص. البوري ده كان هنا حاجه كمان. بص انا عملت كده ليه؟
لان دي انت هتكلم جينا نعمله ايه؟ حصان سنجاري سنجاري يا ابو انت لعيبه يا دارش الله ينور عليك يعني اول ما جبت اللقطه كده بفكرك الجمبري ده بيتعمل سنجاري فاضل لا كنال على فكره ما بتاكلش المساحه اللي سنجاري وماشي بحاله بوري الكنال ما بيتاكلش غير سنجاري نصيحه لاي حد ياخد الشوايه بص اللحم بتاعه كبير يدخل الشوايه زي ما هو يبقى حرام عليه يستفيد في سنجاري تمام احسن من اي سمك في كامل بوري الكنال بوري الكنال ده بيبيعه 90 ل 70 جنيه الله ينور عليك والله 120 جنيه عند الناس كلها بره ما تحلفش عشان الناس عارفاك يا مصطفى النشاط الاخضر الاخضر على فرهوتي دوت ب 60 جنيه بس الله ينور عليك والفرهوت اللي احنا شفناه في الاول دوت ب 40 جنيه 70 طب ده بكام بقى عندنا الالمانزا عيش البياض اهو عيش البياض بياض المبرون دوت ايوه احنا مفرج الناس كده جنبه خشيم وردي اه مش وردي ده احمر دم زي ما لا هو وردي دم يعني ايه جميله مش سودا اه حاجه بسم الله ما شاء الله العين حاجه لسه ايه بكام ده يا مصطفى خليك حنين حنين يبقى 55 جنيه 55 50 جنيه زي ما ايوه انا كنت لسه اتخدتها من بقى 50 عندنا الخرزيه الفراد لا يا حاج احمد ده ازاي ده انا اعمل كده لزبوني بص يا جماعه الناس الاخت الفاضله اللي سالتني على كده بفضل الله وقالوا لها ب 110 وكام و100 وكام انا الخنزيره بص يا جماعه كده زبوني انا قلت له لا يا مصطفى هو تحداني بقى اهو صل على النبي اجرب بيقول لي ان احنا ما نصورهاش قلت له لا مش مشورهاش انا بقول لا بقول لك مش عجباني ما بقولكش مصورهاش لا الخنزيره كده وياخدها الزبون بكام طعم الخنزيره ضماننا يبقى عملناها ب 65 جنيه يا جماعه اللي سالتوني على بلاطه الخنزيره والناس قالت لكم ب 110 و100 وكلام من ده ب 65 دي ب 65 جنيه موجوده عندنا عند مصطفى يا جماعه زي ما انتم عارفين عايزين النهارده بكره حسب ما الزبون التليفون موجود اه هم هيجوا لك ان شاء الله يجوا ينوروني وده مكان زمان جوه مصطفى في اخر الممر اوصح اوصح انت فين اخر ممر اليمين اخر ممر اليمين قبل الاخر بدكانتين هي الشوايه الوحيده اللي في اول حاره اه بصوا يا جماعه اهو الشوايه جنب شبكه وسناره انا وعليك وبعدين تخش كده على الشمال قبل ثلاث دكاكين على الشمال ثالث دكان او ابيع دكان من فضلك شرفتنا يا درش الله يوسع عليك ربنا يوسع عليك حبيبي حاج احمد عايز الله عايز الله